على مشاركة البث، على لحن الأمل، على السباحة، حلمت أنني آكل كوسة سورية مع علم أني أنا جزائرية. معلق الحلم هذا، هو أهم حاجة في الحلم هو أكلك، أكلك الكوسة معناته تكتشفين قلوب بعض الناس. فيهم من يحبك وفيهم من يكرهك وفيهم من ترتاحين له وفيهم من لا تحبينه. يكشف قلوب بعض الناس فقط، والعلم عندك.